مرحبا بكم في قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. مع التفاصيل، بنكيران يعلن مقاطعة العثماني ويجمد عضويته في العدالة والتنمية. أعلن عبد الإله بنكيران أنه قرر تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية بعد مصادقة المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون تقنين القنب الهندي. وأوضح بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في التزام نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك أنه قرر أيضا قطع علاقته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد والحسن الدودي وعبد العزيز الرباح. وصدقت الحكومة على مشروع قانون رقم 13 المتعلق باستعمالات المشروعة للقنب الهندي تقدم به وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأكدت حكومة العثماني في بلاغها عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية تمت بلورته بما يتماشى والمطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية. ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب دعا إلى إجراء دراسة للأثر بخصوص المشروع وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله. وكانت مصادر حكومية سابقة أكدت أن مشروع قانون القنب الهندي يجب أن يحسم الجدل بشأنه داخل المجلس الحكومي، رافضة إقحام المجلس العلمي الأعلى في هذا الموضوع، كما طالب بذلك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية أو جناحه الدعوي. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة.